بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكل مشاهدي ومتابعي قناة الشروق الفضائية، كل عام وأنتم بألف خير. واليوم نرفع راية استقلالنا ويسجل التاريخ مولد شعبنا. يا إخوتي غنوا لنا. في يوم الاثنين كانت الأغنية الكبيرة الجميلة الرائعة والتي وافقت 19 من ديسمبر من العام 1955، اجتمع مجلس النواب في جلسة الرقم 43، وذلك عند 10 صباحا برئاسة الرئيس. فكان القرار الذي أجمع عليه جميع النواب أن يعلن باسم الشعب السوداني أن السودان قد أصبح دولة مستقلة كاملة السيادة، وهو يوم من أيام السودان الخالدة في ذاكرة ووجدان كل الشعب. هو نضال الزعماء والمثقفين والعمال والمزارعين والأمهات، وهو من أكبر القيم التي يتوارثها الأجيال، هي حرية الوطن. أهلا بكم في هذه الفترة المفتوحة التي تستمر معكم لساعتين بصحبة مجموعة من الضيوف الذين تخصصوا في المجال الإعلامي، لنستذكر معا دروس وعبر وملامح وحكايا الاستقلال. أبدأ بيميني، فأهلا ومرحبا بالأستاذة ناهد إبراهيم خالد، المعدة والمنتجة في برامج الإذاعة القومية بالبرنامج العام، والتي وثقت للاستقلال ببرنامج أو برامج مختلفة، منها برامج السودان اليوم. أهلا ومرحبا بك وشرفتينا، كل سنة وانت طيبة. وأنا الليلة سعيدة جدا جدا كوني أكون في قناة الشروق. أهلا وسهلا، إحنا كمان سعيدين بك كزميلة لينا بالتأكيد، وبالتأكيد اليوم سيكون يوم متميز بإذن الله. أهلا ومرحبا بك. نرحب أيضا بالأستاذ مصطفى محمد الحسن، الصحفي والإعلامي والباحث والكاتب في ذاكرة القومية، والذي كتب عدد من الكتب المتميزة جدا في حب الوطن وفي حب الشخصيات الكبيرة، ككتاب إسماعيل الأزهري أسرار الزعامة ورجال واقف في الحركة الوطنية ومخازي الاستعمار في السودان. أهلا ومرحبا بك أستاذ مصطفى. شكرا لك، شكرا للقناة من قبل ومن بعد. أهلا على إسهاماتها وعلى بذلها وعطائها اللي بتقدمه من خلال هذه البرامج التي هي أمس الحاجة إليها. أهلا ومرحبا. للتنوير المعرفي وللتنوير الوطني. صحيح. بالأمة. صحيح صحيح، الأمة وشبابنا بالذات يعني. بالتأكيد، وهم المقصودين بالتأكيد ليعرفوا جمال هذا الوطن وجمال إنسانه، وبالتأكيد المواقف الوطنية الكبيرة والكثيرة. أهلا ومرحبا بك، شرفتنا. أيضا نرحب بالأستاذ الكبير الممثل دكان وض البصير، اللي حقيقة قدم كثير من التميز عبر كلماته وعبر مفرداته وعبر درامته، الدراما اللي هي تشكل بالتأكيد وجدان كل الشعوب وكل الأمم، الأستاذ الكبير الرشيد حميدة عبد المولى، وهو بالتأكيد ممثل وصحفي وكاتب في كثير من الأمور التي متعلقة بالحياة اليومية وبالوطنية. أهلا بك، شرفتنا كثير يا أستاذ. مرحب أستاذة، ومرحب بمشاهدي قناة الشروق الفضائية، ولي عظيم الشرف أن أكون ضيف. نحن ايضا لنا عظيم الشرف باستقبالك، اهلا ومرحبا بك. ايضا التحيه والتقدير والترحاب الكبير للاستاذ الاعلامي والكاتب الصحفي والشاعر المرهف صاحب الخمسه دواوين الجميله جدا والرائعه، الاستاذ يوسف قباني. اهلا ومرحبا بك استاذ يوسف، شرفتنا. اهلا بك، ونحن سعداء انه نقعد معك يا ايمان. الله يخليك، انا الاسعد. اهلا ومرحبا بك، شرفتونا كثير، وحقيقه احتفاليه واحتفائيه جميله. انا شخصيا سعيده بانكم تكونوا ضيوف لنا، ونحن ضيوف أيضا معكم في ذكرى مهمة جدا، ذكرى الاستقلال. ف يعني دعونا نبدأ نتحدث بشكل عام، كلنا حاضين كثير من الأمور المتعلقة بخفايا وخبايا يعني البرلمان، وبالتأكيد الذاكرة عموما الوطنية التي كتبت في ذلك الوقت أصبحت أيضا تكتب في كل عام. بنكتشف الكثير والعديد من القصص اللي هي بتمثل فعلا القضية الكبيرة، وهي القضية الوطنية. نعم. فكيفية الاستعداد لهذا القرار المهم في الشأن السوداني وفي حال المواطنين السودانيين اللي بالتأكيد أصبحوا مواطنين من يوم 19 من ديسمبر، دعونا نتحدث في البداية عن هذا الأمر وكيفية الاستعداد. ممكن نبدأ معك أستاذ مصطفى، تفضل. حقيقة طبعا التأصيل بتاع التاريخ ده بالذات كل العالم اهتم به. نعم. وبنجد مثلا مثلا الرموز الوطنية بالذات، يعني مثلا في مصر صاعد زغلول. نعم. في اندونيسيا سوكارنو. نعم. في نيجيريا ابو بكر التفاوة بليوة.
في باكستان محمد علي جناح، في غانا نكرومة، في مالي مدير بكوتا، تلقى الشوارع هي مسمى به. وهنا في بلدنا طبعا رمزنا الزعيم اسماعيل الازهري بيوصفه كان اول رئيس لمؤتمر الخريجين واخر رئيس له حتى سنه 53. صحيح. والامم بتاريخها يعني انت هذا يمثل قدوه. يعني احنا ما بنعتبر، انا شخصيا ما بعتبر اسماعيل الازهري تيار حزب، هو تيار امه. صحيح. لانه كان توجهه كله قائم على التوحد وعلى التلاحم وعلى انه يدي مفاهيم وطنيه، وهو يعني استاذ في كليه قردون يعني. صحيح، معلم. نعم. ومش معلم بس، هو جاء من سنه 31 من بيروت. نعم. ولاول مره في تاريخ كليه قردون تقام جمعيه عموميه. نعم. رغم انه المدير كليه قردون اعترض، لكن بيجمع الاساتذه خضع لهذه الرغبه. نعم. ولاول مره هذه الجمعية العمومية تعرف حاجة اسمها لجنة تنفيذية، ولأول مرة تعرف مناظرة أقام، قلتها في قبل كده في قناة الشروق، كانت المناظرة بين الشاعر مصطفى التني ومحمد أحمد محجوب في النثر والشعر، وبيحكي لي عمنا عليه رحمة الله تعالى أحد طلاب غردون مصطفى أبو الشرف، قال لم ننام حتى ثاني يوم من الفرحة. سلام. لأنها كانت دي ظاهرة أنه يا شباب شوفوا رقبتكم. وبعدها طوالي في نفس العام عمر الطريق الى البرلمان. كيف يخطو الناس يكونوا لجان في الاحياء ويصلوا، وعن طريق المؤتمر عملوا دستور الطريق الى البرلمان اللي هو قام به التنظيم الاشمل في كل السودان ونهض بالحركه الوطنيه. صحيح. هي دي البداية خلينا نقول سؤالي اللي أنا سألته، بأنه كيفية الاستعداد لما أقيمت هذه المناصب وهذه المسميات. نعم. إذا كانت كلجنة عمومية أو إذا كانت لجنة، المهم أنه مسألة اختيار المناصب نفسها واختيار المستويات السياسية هي اللي هيئت بأنه الموضوع جد، الموضوع ما هزار، وهي ما مجرد أمنيات وما مجرد إنها كتابات تكتب على صفحات الصحف اللي هي أصدرت كصحف سودانية تعبر عن يعني المكنون الداخلي والرغبة الحقيقية بالاستقلال للسودانيين. فيبقى هي دي ممكن نقول البداية بأنه كان هو الاستعداد. أيضا الاستعداد إذا تحدثنا معك أستاذ يوسف باعتبار أنه بمجرد دخول يعني هذا الكم الكبير من السودانيين الوطنيين في البرلمان واحتشادهم، ورغم الاختلاف، اختلاف إذا كان في أحزاب، طبعا قطبين معروفين في على مجال السياسة، وكثير من خلينا نقول الرموز اللي هي تعتبر الوطنية والأهلية خلينا نقول والنظار والعمد وكلهم كانوا موجودين بشكل كبير جدا في هذا البرلمان. كيف تتخيل هي الأجواء كانت، وماذا سمعت عن ما كان يدور قبل إطلاق هذا المسمى اللي هو دولة سودانية مستقلة تسمى السودان؟ الحقيقة أنا كنت داير أتكلم في موضوع ثاني لكن حصرتيني، معلش. اتفضل ونتكلم في موضوع ثاني. لا هي الناس كانوا متحدين كلهم مع بعض. نعم. كله يعني ما في اختلاف، حتى يعني الناس، الحزب الشيوعي اشتغل. صحيح. حزب الجمهوري بتاع الاستاذ محمد طه اشتغل، هو ذاته انسجن. ف قبل يوم 19 لما قالوا يوم 19 حيحصل كده البلد دي كلها كانت، شفتي مكان السنجر دي؟ أيوه. السودان ده كله كا 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 كا. ما خلوا اللون الثلاث الوان اللي انتم عارفين ده. حكايه ما تتخيل. انا حضرتها يا بابا. والله ده كلام. انا ما صغير يا بنتي، انا ما صغير. حضرت. الله يديك العافيه. لا ما حضرت الاستغلال، لكن لا. حضرت الفئه. صحيح. افلام كثيره. صحيح. فكان بعدين ناس طيبين وناس حلوين، هم ذاتهم الناس الاحزاب دي. ايوه. يعني محمد احمد معجوب ده راجل مثقف وراجل شاعر، ويحيى الفضل ما بعرف، الناس ديل ومفلسين كانوا يا بنتي. مفلسين، ما عندهم سيم رماد. نزيهين اسمها يا استاذ يوسف. ها؟ اسمها نزيهين. يا سلام عليك. ايوه نزيه. الحقيقه انا داير امشي كثير، لكن بس داير الفت نظرك لو سمحت. اتفضل اتفضل يا انا في الحقيقه داير، انا اطلعت على كتب الاستاذ حسن نجيله. نعم. واستهواني كتاب ذكرياتي في الباديه. سلام. طبعا وعاش مع المفتشين ديل كلهم. هو كان شاب صغير.
20 سنة يتخرج من مدرسة العرفاء ومشى سنجا يشتغل مدرس بتاع كتاب وجاءوا شاوروه الانجليز قال له يا حسن يا اخي واحد نسيت اسمه قال له احنا محتاجين لك تمشي تدرس اولاد الشيخ علي التوم في دار الكبابيش واخترناك انت وانا من رايي انت هسي امشي شاور رقبتك وبكره تعالي انا بتكلم لكم عن لسان حسن نجيله نعم. ده ما حق الشغل نعم. آه. فقام مشى لاصحابه يا زول انت مجنون ده شنو تمشي اخر الدنيا هو بيحكي كده قال استخرت الله سبحانه وتعالى سلام. فالله وافق لي سبحان الله بس ومشيت وده شغل طويل خالص أيوة. وقابل لك اديك مستر واحد مفتش واحد نعم. وعشان ندي فرصه طبعا احنا عندنا ايوه في مجموعه احنا هنستعرض اليوم حتى الاستعمار نفسه هنتكلم عنه ونتكلم عن الاداره الاهليه شكل الاداره بشكل عام كيف كان للسودان فتره الاستعمار وفتره الاستقلال بالتاكيد فبالتاكيد عندك مجموعه من المفتشين دي مجموعه انا بديك 15 مفتش نعم المهم اديك ده سريع كده اتفضل ده كلام حسن نجيله طبعا انا زول ناقل من حسن نجيله نحييك يا استاذ الله يخليك قال مشى عشان يدرس اولاد الشيخ علي التوم والشيخ علي التوم ده راجل فخم جدا جدا تكلم فيه فيما بعد في الخلا الرمله الاولاد يخطوها كده يرصوها كده زي كنبه ويقعدوا وهو يعلق السبوره في شجره ويبتدي يشتغل قال ابتديت اشتغل انا بدور طوال فجاه اشوف ليك واحد انجليزي جاي ماشي شايل له عصايا قريه قال بين قوسين قريه ها وجاي وماش علينا الاولاد قالوا المفتش 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 حاجه بالشكل ده عاين لك ادي جاوا عاين اليوم ازيكم اتكلم معاهم خلي بالك انت ابوك منو كان موجود في دار الكبابيش المفتش ده بنتكلم عنه ده قال له جا لي حسن نجيله قال له انا مور حاكم كتم اهلا وسهلا نعم. ده قال له انا حسن نجيل قال له الاولاد كانوا بيقروا لما الانجليزي جاء سكتوا قال لي بتقريهم في شنو؟ قال لي في بقريهم في الفجر قال له الفجر وليالي عشر والشفع والوتر ده الخواجه شوف الراي ده ايوه قال له استغرب قام قال لي ما تستغرب انا في الحقيقه يعني حافظ يعني بعض الصور القرانيه القران مستر موردا هو سموه طاغية كتم طاغية نحكي شوية كده حتة كده الزول ده غريبة بيعزم الناس والناس يعزموه حاجة بالشكل ده لكن خلي بالك ممنوع أي زول يدخل كتم إلا بإذنه وما بيسمح لأي زول بيصوم رمضان كله ما بيفطر أبريه وعصيدة وتمر ده مور المهم دارين نجي للحته يعني هي دي الحديث انه واحده من خلينا نقول انا ما عايزه اسميها مميزات لكن هو شكل اداري شكل سياسي من الاستعمار بانه علشان الناس تكون تحت طوعهم فهم لابد انهم يتصرفوا نفس تصرفات ابناء البلد أيوة. ياكلوا عصيدتهم ويشربوا حلمرهم ويتعاملوا حتى بطريقتهم حتى العزايم دي نحن ما عندنا الجودية وعندنا الكرم وعندنا الأصالة فهم دي واحدة من الأمور اللي تعاملوا معها مع الشعب عشان كده قبيلهم يعني أي بس زي ما قلت قبيلك أنا عمل كتم سجن نعم ما في أي راجل بيخش إلا بإذنه نعم قام في واحد الأستاذ الكبير أحمد يوسف هاشم نعم داير يجي يزور هو هنا الأوبيض بتاع رئيس تحرير السودان الجديد نعم فداير استأذن منه نعم رفض 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 مور رفض رفض طبات وقال الصوم بخش بس احمد يوسف هاشم زعل وجا الخرطوم وتعالي شوفي هي كميه بتاعت مغالات هرسوا بعد ما هرسوا اهتز مستر مور اهتز ايوه اهتز بعنوان يا استاذ حكومه المفتشين انا كاتب حكومه المفتشين حكومه المفتشين هذه دي حقتي انا على حالي اديتك لها فقام كتب زي ما قال الاستاذ حكومه المفتشين بريطانيا الحكومه زعلوا يعني كثير حبيت دار النص عندي موجود هنا لا لا هذا النص اقرا لك لا انا ذاتي عندي نص هنا ذاتي بكتب شوف الناس الجاهزين كيف كلهم جايين جاهزين ده كلام جميل
طبعا احنا عندنا قصص كثيره في حاجه يا استاذه مهمه جدا. اتفضل يا استاذ مصطفى. انه حسن نجيله كتابه ملامح من المجتمع السوداني. نعم. يعني انا بالصدفه كنت برا لقيت في المغرب في كليات الاجتماع معمم تصور. معمم في كليات الاجتماع. في حين نحن هنا الكتب زي دي يعني المكتبات ما موجود فيها اي سبيل، المدارس ما موجود، الجامعات المختصه ما يعني المفروض تبادل في جامعات عندها مطابع. صحيح يعني هي حقيقه هذا الارث هو اصبح من حق الشعب السوداني. احنا غير انه هو ارث يعني هو حق الشعب السوداني، لكن هو حق الاجيال كمان. ودي افتكر بانه احنا رسالتنا من هنا بنقول لا، هو ما مجرد لقاءات لكن برضه تكون رسائل لذوي الاختصاص. يا ريت انه تعمم يعني مثل هذه الكتب تكون مفروضه في في المدارس وفي الجامعات. ان شاء الله لو كانت صفحات على اساس انها فعلا توري عظمه يعني هؤلاء الكتاب فيما نعم. قدموا وفيما حفظوا من 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 معلومات بالتاكيد وطنيه تفيد الطلاب. ايضا نفيد الجماهير بمجموعه من البرامج المختلفه. الله. استاذ ناهد طبعا يعني البرامج بتأكيد لها أدوار عظيمة جدا يعني. الأدوار دي مهمة جدا، أدوار المقدمين والمنتجين والمعدين. فنحن بالتأكيد عندنا مجموعة من البرامج المختلفة والمتنوعة اللي احنا هنقوم إن شاء الله نركز عليها وهنكمل بالتأكيد مع ضيوفنا الأعزاء. وأول ما نرجع من الفاصل مع أستاذة ناهد، إذا هو فاصل لمشاهدينا ونعود من ثم لتكملة الحوار. تفضلوا معنا. نجدد التحايا بكم مشاهدينا، اهلا ومرحبا بكم مره ثانيه. نتواصل معكم وكل عام والجميع دائما بالف خير، وسودان الحبيب دائما ينعم بالمحبه وبالاستقرار وبالتوادد والتراحم والتآخي. وبالتاكيد دائما المفاهيم الكبيره للاستقلال ليست فقط بمجرد رفع العلم، وانما مضامين عظيمه هي موجوده داخل شعور واحاسيس كل الشعب السوداني باختلاف الاجيال، من الجيل الذي كان داخل البرلمان واعلن هذا السودان دولة مستقلة إلى أصغر من هو عمرا دعنا نقول الذي ترضعه أمه، بالتأكيد المحبة والولاء والوطنية لهذا الوطن العظيم السودان. أهلا بكم مرة ثانية وأهلا بضيوفي داخل الأستوديو، الأستاذ راهد إبراهيم خالد، الأستاذ مصطفى محمد الحسن، والأستاذ الرشيد حميدة، والأستاذ يوسف قباني. أهلا بكم مرة ثانية. قبل الفاصل كان عندنا كلام جميل عن الاستقلال ومفاهيمه ومضامينه اللي كانت مختلفة. ايضا اختلاف الاجيال بالتاكيد لابد يعني من جرعات تثقيفيه عاليه أيوة جدا أيوة تملك لهذا الجيل. فاستاذ راهد باعتبارك انت متخصصه في مجال التقديم او مجال الانتاج والاعداد، طبعا بالتاكيد مرت بتجارب كثيره جدا في التوثيق للسودان، فحدثينا عن تمليك المعلومه للاجيال. يلا انا عايزه اتكلم عن الاجيال الحديثه، عايزه اتكلم عن الاجيال الحديثه، الناس يا دوب يعني ايوه اهتماماتهم غير يعني، وبعدين ما عندهم احساس بيعني يعني الاستغلال، لما احنا نقول الاستغلال وكذا، لانهم هم ما حضروا يعني أيوة. لو الاوضاع مرتبه والحاجات سهله كذا ايوه. فدورنا نحن كاعلاميين لازم نكثف من الجرعات التثقيفيه دي. لازم نوريهم يعني جدودنا زمان عملوا شنو وكذا ايوه. يعني هل هي حاجة بس معلومات يعني تقدم، ولا مفروض تكون في شاكله ايضا مختلفه لنوعيه القوالب الاذاعيه والتلفزيونيه التي تقدم؟ يعني هل هم هيتقبلوا بشكل افلام وثائقيه، ولا بيتقبلوها بشكل كليبات صغيره، ولا يعني خلينا نتكلم عن، لانه كل جيل طبعا خاصة البرامج دي مفروض تكون طوالي مستمره. صحيح. يعني احنا ما نكثفها في زمن محدد. صح كلامك. يعني احنا هسه مثلا التكثيف بيكون للاحتفالات باعياد الاستقلال، دي الجرعه اللي بتكون مكثفه. لكن المفروض تكون البرامج دي منصوره دائما يعني. صحيح، تكون مستمره. مستمره ومن خلال يعني جميع البرامج الثقافيه، المنوعات، دراميه كذا يعني. صحيح، دراميه، هنمشي طوالي الدراما. دكان وضل البصير اللي فيه كثير من المعاني الجميلة والرائعة، بالتأكيد هي الدراما، الدراما السودانية اللي عندها برضو يعني لا تقل قيمتها الكبيرة لأنها تزامنت مع التلفزيون ومع الإذاعة.
والإذاعة اللي بدت في الأربعينيات والتلفزيون في الستينات، خلينا نقول الدراما كانت قبل كده بكثير، موجودة في الشكل المجتمعي للسودان بالتأكيد، وفي شكل المخاطبة اليومية ما بين البيوت الجميلة والحيشان والنفاجات. فالدراما توصيلها أفتكر أسرع، دائما بيقولوا المسرح هو يقدم المعلومة بسلاسة أكثر، لأنه حتى علماء التنمية البشرية بيقولوا بأنه الابتسامة والضحكة والفرحة توصيل المعلومة عبرها بيكون أسرع بكثير من شكل المحاضرات وشكل التقديم التقليدي. فكلمنا عن الدراما ودورها خاصة في الاستقلال. نبدأ كدان إحنا بدكان رضا البصير. أيوة. دكان رضا البصير ده أصلا هو بني على الخيال. نعم خيال، مع انه واقع. الناس بيقول لك والله ده واقع. ايوه نعم ده واقع، لكن هو مبني على الخيال. انت تتخيل النازل هم ذاتهم شنو، وعادتهم شنو، بيقولوا في شنو، وبيعملوا في شنو. صحيح، خطيت الحته دي. حتى لو عندك مثلا استاذ بتاع تاريخ وانت في حصه التاريخ، التاريخ دائما يعني ماده جافه. ايوه وممله. يعني لا من انت تخطها في غالب درامي وتجي تملكها للمستمع بيستسيقها. صحيح، بيقبلها، بتكون مقبوله عنده تماما وبياخذها في غالب درامي. صحيح، عندك طفلك يكون مريض او اي انسان في البيت مريض عندك مصاب مثلا بملاريا، الطفل بالذات مثلا لو دارت تديه حبه الكلوروكين بيشوفها مره بالفضلك. كلامك صح. طيب لا، لكن لما تغلفيها عليه وان شاء الله بطرقه كسره صغيره كده تديها له يزيد بلعب تفجر جوا بتدي المفعول بتاعه. كلامك صح، بيكون هو خلاص كده. أيوة. أخذها تمام. صحيح. انا لما اخذت لك التاريخ الماده الجافه اللي عندك اللي بيملوها الناس دي، خطيت لك في غالب درامي اساسا بتكون مقبوله ومعروفه، وهنا باخذها لك في غالب ده الناس بتقبلها. التاريخ ذاته ممكن اتناول فيه تاريخ الاستغلال واعلان الاستغلال من داخل البرلمان، لما اجي اقوم اصور لك شخصيه محمد ابراهيم دبكه. ايوه، اول من قدم. صحيح. مقترح الاستغلال من داخل البرلمان. صحيح. في 12 ديسمبر 55 وكان اول من سن الاستغلال الشيخ مشاور جمعه سهل. صحيح. نائب دائره دار حامد. نعم. وكان اول رئيس برلمان للمعلومه، اول رئيس برلمان سوداني مشاور جمعه سهل، واختير لكبير سنه للجلسة الأولى. حتى بعد ذاك منتخب رئيس البلد. أول رئيس، أول رئيس برلمان. نعم. هو مشاور جمعة سهل. نعم جميل، يعني اختير لكبر سنه، ما لعلمه ولا لحزبه ولا وبعدين شوف الاستغلال. عايز أقاطع كلامك يا أستاذ. نعم. القرار اللي اتخذ من قبل اللجنة العليا الخاصة بإعلان الاستقلال من داخل البرلمان. نعم. تقرر أن لا يكون المسني أو المقدم الاقتراح من الزعماء. يعني كان ممكن يكون رئيس الوزراء جدا ويكون مزعم الأغلبية. أيوة. فارق زروق. نعم. لكن شوف التلاحم. نعم تلاحم شديد. القوة الوطنية. نعم. قالوا لا. نعم. لا 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 النواب بتاع الأقاليم. نعم. هم الذين صدروا. هو من واحد لا دائرة واحد من العرضة وواحد من الفارغ. رغم أنه لا مع الفارغ، رغم هؤلاء أنه زعماء عشاير وأنبل الناس وأطهر الناس وأنقى الناس، لكن في داخل البرلمان فيهم من سجن وقبر وضرب وطرد، آسروا أن يقدم هؤلاء الاقتراح حتى يظهروا أن هذا المجلس هو مجلس بتاع أمة واحدة. المقترح والمسني أساسا كانوا يعني المحاضر طبعا كلها موجودة. صحيح صحيح. اتفضل يا أستاذ. اتفضل يا أستاذ. اسمه شنو ده؟ واحد جزائري جا السودان هنا، جاء قرا على السودان جرايد السودان، الكلام ده في الوضع الديمقراطي يعني. ايوه. وحصل حوار شديد كده، بعدين انتهت الجلسه بتاعت البرلمان وكل شيء، جو البوفيه قعدوا زروق وجنبه محمد احمد محجوب وقرقر قال ده شعب شنو ده؟ ديل بيتشاكلوا، ديل قبل شويه كانوا بيتشاكلوا، شوفوا حلوين كده. شوف نحن حلوين بالمناسبه. أيوة. اللي هي فصلة، احنا ما بنلخبط الكيمان. هاي. نحن ناس بنفصل الامور. هاي. وندي كل يعني شيء نصابه وقدره وندي حقه حقه يعني بالضبط. هاي. لكن احنا كسودانيين احنا كلنا مع بعض، ده الحاجه الحقيقه المتعارف عليها في السودان. نعم. ورغم ممكن تكون في نزاعات او تكون في بعض المشكلات، لكن يظل السوداني هو السوداني اللي بيلاقي
اخوه بالجلد وبالسلام وبالمحبه يعني. تكون في مشكله يعني بينسوها الناس يعني لما تحصل قضيه ولا محنه ولا بتاع الزول بيرمي الماضي بيجي بيقيف مع رشيد ده ما عندك محنه انت. والله دي نقطه عايزه اتكلم فيها يعني حتى المشاكل الاسه حاليا يعني حصلت دي كلها السبب بتاع الاستعمار. الاستعمار هو زرع الفتنه يعني بين جنوب السودان وبين شمال السودان، يعني كان هو العمل المشاكل الغبليه وعمل يعني اصل للحاجات دي كده. ايوه يعني حتى في مسميات المسمى لجون وجورج وميري باعتبار انه احنا لما نجي للمسميات حتى لجنوب السودان بنلقى انه الورى بيكون عبد الله ومحمد فهي المساله اللي هي التبشير بالتاكيد هو اللي جاء واللي كان مدروس بالتاكيد بشكل كبير. هي طبعا الاستعمار عنده كثير من الـ يعني خلينا نقول الـ 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 السياسة أو الفكر السياسي اللي كان قائم على لسنوات يعني وإنه يخدمه برضو سنوات لقدام على أساس أيوة. إنه فعلا يقوم يقدم الحاجة اللي هو عايزها يعني والغرض اللي هو عايزه. ففي كثير من الـ من الـ من الـ خلينا نقول حتى المشاريع يعني حتى لو قلنا إحنا عندنا أيضا تنمية كانت موجودة بفضل الاستعمار. هو طبعا الحكاية مش فضل ولكن هي كلها أمور كانت تخدم الاستعمار مصالحه. يعني مصالحهم يعني خلينا نقول زي مشروع الجزيرة باعتباره أضخم مشروع كان يغذي كل العالم ومنها بالتأكيد مصانع بريطانيا. فاللي كان موجود داخل يعني المزارعية برغم انه دقيقه يا استاذه قبل ما اقاطع عشان اخليك في الحته دي لانه انا اصلا من داخل الجزيره وعايش انا ما جايك بالسؤال. نعم بس اسمعني في الحته دي عشان انا اخش في الحته. تمام. اول حاجه جميل في كلام جميل قالته الاستاذه ناهي. نعم. قالت انه نحن بنقدم للجيل الاخير هو الجيل الثالث الحس موجود ده جرعات عن الاستغلال ومفهمه لكن قالت بنقولها في مناسباتها. يعني حكايه علوق الشده الواحد ما بذاكر الا لما الامتحان يقرب تلقي اجتهد ونايف في وقته دي ادى جرعه في زمن مضايق دي ما خدمت غرض. لكن اني جيت في مشروع الجزيره. ايوه مشروع الجزيره ده دي المراه العايشه اربع رجال. ايوه يا سلام. الجزيره مؤنث. الاربع رجال المذكرين الشريك والغرب والشمال والجنوب. أيوة. كلهم عايشين وسط الجزيره دي. سلام. الجزيره دي اول مشروع عالمي يسقى بالري المنساب بدون مابورات. يعني من خزان سنار المويه بتنساب عبر خزاني الجزيره والمناقل انسياب. المناقل بعد الاستقلال. نعم دي كانت اواخر 63 64 في عهد الرئيس عبود. نعم. ده كان امتداد المناقل. انا حافظ التاريخ تماما. وحافظ رؤساء اتحاد المزارعين تماما وكان شنو؟ وكانت الدوره خماسيه والمحاصيل اللي بتزرع لان كانت الاداره موجوده تماما. نتذكر الاداره البريطانيه حدثني عنها جدي وانا مزارع ابن مزارع حفيد مزارع. جميل ما شاء الله. يعني بعرف الزراعه تماما ونوع المحاصيل اللي بتزرع. كان النمره كامله النمره هي 90 فدان بتشرب من ترعه لترعه. الغناء الترعه دي هي غناء فرعيه بتنساب من الكنار. بيطلع منها غنوات فرعيه اخرى بتسمى بامات عشارين. ابو عشرين ده بخش بتتقطع في امات ستات. ابو سته ده بخش جوا الغيط بتوزع بيداول وتقانت بيكون الري. يعني نمره كامله تكون قطن. القطن وينه؟ طويل تيله قصير تينه العايره بركات. ثلاثه انواع من القطن. المحاصيل كلها ذره دي نمره واحده. الاخيره فول سوداني واحده. خضروات لوبيا عدسيه قمح كبكبه موليتا دي نوع من الحشائش داخل المزروع دي حاجه دي ما بتزرع وكانت جميله جدا جدا بتلقط. الاداره البريطانيه نعم كانت محافظه على المشروع ده وهم اللي اسسوا المشروع ده واتاسس وانا من وسط الجزيره ومن قسم وادي شعير في داخل الجزيرة منطقة طابة الشيخ عبد المحمود ومعيجنا مصطفى وكل المناطق بتاعت الجزيرة دي. يعني الحصحيسة وريف الحصحيسة والمناطق الثانية. المشروع ده كان عايش وكان هو اعتماد السودان بيقولوا عليه الذهب الأبيض. القطن هو الذهب الأبيض. صحيح.
افخر ثوب حسيت كيف تلبسيه هنا اقول يا استاذ هم الانجليز ما عملوه حبه في السودان نعم دقيقه ما عملوه لمصانعهم حتى الشعر قليلات اسمع كلامي انت هو عايز يكمل كلامه خلي معي بني فكره بنيك تموت الاسود في الغابات جوعا ولحم الضان تاكله الذئاب نعم على نعم 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 اقام القصور على الشواطئ نعم صح ولا ما صح انت يا استاذه افخم ثوب ثوب واحسن مره تلبسه حسب بقول لك دارين توتال سويسري صحيح دارين كده كان افخم ثوب بلبسوه لرساله لندن من اجود انواع القطن السوداني صحيح صحيح من اجود انواع القطن السوداني شوفوا نحن الماده الخام بتاعتنا اللي بنصدرها دي بيعملوا لنا منها شنو وبيجي شنو ايوه مشروع الجزيره ده كان الاصول بتاعته مصنع الصداغه للغزل والنسيج الحصحيسه ده أيوة. كان منتج افخم دموريه ودبلان وملابس صحيح. ممتازه جدا جدا صحيح. عندنا مطاحن قلال جوز كبروا دي كانت بكفي السودان دقيق صحيح دقيق واحسن دقيق لا فيه برمات بوتاسيوم ولا فيه ولا لا فيه كلام فارغ ايوه, أيوة صح. الرغيفه بقرش رغيفه تشب ما بنكملها من الرغيفه ما بنكملها طبعا الحديث عن رايكم شنو يا جماعه احنا حديث الجميل الرائع ده واللي متميز كده ده وفيه احساس الوطنيه العالي الجميل نضيف عليه زياده كلمات جميله والحان اروع من واحده من الاغنيات الوطنيه الجميله ونكمل باقي حبيت عامل يا وطن الجدود نبديك بالارواح مجود
فلنتحد ويجب نعيش في وطننا من جعل الكرام وطني 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 شوفوا الجمال ده. الناس دي كلها طبعا انفعلت كده وتفاعلت مع الاغنيه الجميله. دائما الاغاني الوطنيه هي تبث الروح من اول وجديد في 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 الانسان مهما زادت التحديات والصعوبات الحياه، لكن بنلقى انه الوطن يظل هو الوطن الجميل المتاصل دائما داخل الوجدان السوداني. فتحيه لكل الناس اللي يعني تعشق هذا الوطن الكبير السودان، والتحيه لاساتذتي الموجودين داخل الاستوديو، اهلا ومرحبا بكم مره ثانيه. كلامنا قبل يعني هذا الفاصل الجميل اللي علاقه بالاغنيات الوطنيه كان حديث جميل عن المزارعيه والزراعيين اللي فعلا قدموا غير زراعتهم وفلاحتهم، كانوا بيزرعوا عارفين انه ده الوطن ودي البلد ونحن بنعمل بننتج عشاننا وعشان اجيالنا. فالمزارعين الروح الوطنيه ذاتها طبعا اكيد اكيد، وطبعا هم وطنيين لدرجه انه عرفنا كثير من القصص الجميله ما بين المزارعين اثناء فتره الاستقلال. يعني باعتبارك مزارع والمزارعيه يا استاذ وحفيد مزارع, كلمنا عن الاجواء دي كانت كيف، والحاجات اللي حضرتها والحاجات اللي حكوها لك. انا اول حاجه تيربتها شلتها التيربت عارفينه كويس؟ لا قولوا للناس اشرح التيربت. طيب نمره واحد كده انا بوريكم البذره دي
من ما هي في الشوال لحد ما تبذر في داخل الارض وتكفر برجلك دي لحد ما تنبت وتنتج وتتعبى. أيوة. الاطوار اللي بتمر بهن. أيوة. نقول الذره مثلا. انت كفرتي التراب ده في داخل الارض، هو المزارع هو طبعا الكافر. كافر. يعني كافر. أيوة. يعني كفر التراب على البذره. أيوة. غطاها. الكافر هو الغطاء، كفر. أيوة. غطى. أيوة. كويس. طلعت برا بتسمى شوكه. شوكه يعني طلع كده حاجه بسيطه خفيفه اسمها شوكه. بعد شويه بقى عظام فار. عظام الفار يعني بيطلع بيكون عنده طرقتين كده يعني بسموه عظام فار. ايوه. مش شويه كده بسموه سيوسيو. بعد شويه بسموه فروج. بعد شويه بكون جداد. بعد شويه بكون صقار. بعد شويه بكون لتيب. بعد شويه بكون حمله. ايوه. بعد شويه بكون شرايا. بعد شويه بكون لبنه. بعد شويه بكون فريق. بعد يكون فريق بكون استوى ونجد بعد ده بيقطعوه بيحصدوه بتكون الدقاقه وبرجع شواله مره ثانيه. ده لا 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 دي اطوار الزراعه طبعا دايره صبر شديد دايره واطوار دي ذاتها دايره مراعاه ودايره حاجه. أيوة. وانتاجها كان عالي جدا جدا. صحيح. يعني حسه على بنسمع به في الانتاج هنا تاكلي حبه الطماطم تشم ريحه المبيت هناك تاخذيها ما تقدري تستسيغيها اصلا. صحيح. لكن زمان كله كان زمان طبيعي. كان كله السماد كان عضوي كان من روس البهايم. صحيح. الطماطم ذات ذاك طعمها زي التفاح زمان. يا سلام. تاكلها ساكت. لحد الليل عندنا مناطق في الجزيره الطماطم بتاعتها بتكون العجور. العجور يا استاذ. يا سلام نكهه. اي والله. الجرجير كان تقول فيه شطه. الجرجير ده لما تاكله بيقول فيه شطه ولا فيه حاجه. ما كان فيه سماد ولا كان فيه. ما هي دي اللي هي دي اللي راجعه كمان. أيوة. لما بنقول وطنيه يا جماعه هي مش بس مجرد انه هو يعني كلام عام، لكن وطنيه دي احساس بالنزاهه العالي. نعم. واحساس بالمسؤوليه العاليه. نعم. وانه دي. نعم. ارواح ناس احنا بنقدم لها. يعني. أيوة. هذا المنتج زي الناس كانت امينه وصادقه ما بتعمل يعني المكسب المادي لا. أيوة. دي ما صحي له. الناس كانت مليانه يقولوا شعنا. انا يعني كنت بركب مع جدي بدون مؤاخذه في الحمار. أيوة. انا طالب صغير بمشي معاه الصرف. الصرف ده المكتب بتاع الغيط. الواحد بيكون عنده جزلان مكتوب عليه جمهوريه السودان من التيل الثقيل. ده كان بخط فيه الفك الريالات. أه. والاشلال والهناي. أه. اكبر عمله كانت 10 جنيه. ايوه اكبر عمله طبعا الحاجه دي انا افتكر. وكان وزير الماليه الان حاضر وكان بيكتب تحت بنك السودان. الامضه بتاعه كان مامون بحيري. ايوه صحيح. كان مامون بحيري ده الامضه ده أدل انا حضرته. صحيح. الامضه ده وكانت اكبر عمله اكبر فئه موجوده هي 10 جنيه. الشاهد في الموضوع ده بانه في كل المحاصيل اللي احنا بنلقاها بتكون الجوالات مكتوب فيها علم السودان. أيوة. بيكون فيها العلم ده وجه جمهورية السودان. نحن بجمهورية السودان. أيوة. نحن هنقوم نمشي فاصل قصير نعود نكمل احساس الوطنية العالية. مرحب. للاستقرار. مرحب بالفاصل. تحايا الجمال وتحايا الوطنية وتحايا الولاء لهذا الوطن العظيم السودان. أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية. التحية لكم والتحية لضيوفي داخل الاستوديو. نتواصل في هذا الحديث الشيق والجميل واللي حقيقة بيتحدث عن قطاعات مختلفة جدا في السودان. والقطاعات دي برغم اختلافها تتحدثنا عن القطاع العسكري الزراعي النقابي الطلبة يعني حقيقة كل القطاعات المختلفة هي تجمعت وتألفت قلوبها نحو هذا الوطن الكبير وقدمت بالتأكيد إسهامات كبيرة جدا. يمكن قليل من البرامج التي تتحدث عن فئات مختلفة ويمكن ده الشيء الجميل اللي احنا ان شاء الله بنتحدث فيه عبر احتفائيتنا واحتفاليتنا بعيد الاستقلال. اهلا ومرحبا بكم مرة ثانية ضيوفي الكرام. وبتأكيد قبل الفاصل كان عندنا حديث جميل عن مشروع الجزيرة وعن المزارعين والمزارعية لهم كل التحايا والتقدير. وبالتأكيد القطاعات هي تختلف. يمكن برضو أستاذ مصطفى الحديث عن يعني مشاركة الضباط السودانيين وروح الاستقلال كان عالي جدا باعتبار في إسهامات مختلفة برضو ما بتشبه كل العسكرية اللي كانت موجودة بالفهم التقليدي يعني. فكلمنا عن هذه الفئة. أول حاجة أنا داير أديك فكرة عن أدي الناس المشاهدين فكرة عن للتاريخ ومن أجل التاريخ. سلام. اللواء محي الدين أحمد عبد الله ده حاكى عاش المسألة دي بتاعت قوة الدفاع السودان وكانوا الضباط السودانيين فيه والإنجليز فيه. أيوة. فبيحكي عن اضطهاد الاضطهاد اللي حصل في. أيوة. قوة الدفاع السودان. لا جاي من طبرق وداخل كده على اسكندرية والقاهرة فداري يقعد
في قمرة، اسمها قمرة، انتوا ما حضرتوها حليلكم حاجة القطر؟ هاي عارفين ما عرفتوا ابقى قمرة جوا القطر بس هاي جوا عايدين دي ايوه القمرة دي محي الدين ده ومعاه اثنين من زملائه كان يوزباشي جاهم واحد ضابط صغير كده فقال لهم في مجموعة من الضباط الانجليز اولى انه يقعدوا بدلكم قال لي قلت شنو؟ قال لي كده بس طلع الطبنجه ها وعنده هنا طلقات في جيبه طلع سته بيتكلم كده سته طوالي ملاهم قال لي امشي ها ناسك انت لو جيت ثاني بفرغها في وشك ده في راسك ده فات ثاني ما جاء ما وصل الرساله خلاص ثاني برضه جاي في رحله برضه هو بيمشي ليبيا في رحله وجايين رحله جاء دخل قاعد في قمرة فيها ضباط بس واحد قال لي كيف تخش؟ قال لي اخش تخش ما تخش ما تهنا طوالي انت سوداني هل من الادب سوداني يقعد مع انجليز؟ قال لي والله انا ما بتشرف اقعد معك ذاته بعد شويه هاي الرحله ما بتشرف اقعد معكم وخدت عفش شنطته بعد شويه جاء يشيل الفرشة بتاعت الأسنان قام هنا شال العفش والفرشة و رمالي وبرا رمالي وفي مصري كمساري مصري فاهم يعني فقال له سيبك من عفن الخواجة ده تعال أنا بقعدك في نفس الوقت في اثنين ضباط ليفتنن لا بكباشية قال له اثنين ضباط سمعوا الكلام سوداني غزر قال له نحن سمعنا الكلام ده ودي بطاقاتنا هاك تعال نحن بنشهد معك يعني برضه نزاهة أيوة بنشهد معك وفعلا شهدوا معك فبرضه في يعني انا داير اقول انه في قصص كثيره لها علاقه بالانفه السودانيه نعم. يعني حتى كتير. العسكريه اللي هي معروفه باحترام الاقدم واحترام الاكبر في الرتب لكن يظل السوداني هو سوداني كبير ما لها نعم. علاقه بباشويه ولا لها علاقه هي علاقتها الكبيره بالوطنيه وممكن في اللحظه دي هو فعلا تتفرغ فيه كمان النفس وشموخ النفس وعزه النفس بالتأكيد في لحظه الاستقلال السوداني يعني لما قال لي يا غريب يلا 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 لبلدك ايوه كلمه يلا لبلدك دي ذاتها يعني وسوق معاك ولدك ولم عددك وكذا يعني ايوه فشنو يعني طرد المستعمر طرد نهائي ما كان في وجود خالص للرجل الابيض في السودان نعم نعم يعني لا لحد هسه في مستعمرات فرنسيه ومستعمرات بريطانيه في دول اخرى لحد هسه الرجل الابيض موجود طبعا صحيح. بيكون على راس كله وتغيرت أيوة. شكله وملامح دول يعني خلينا نقول افارقه باوجه بيضاء بسبب وجودهم يعني بالضبط كده لكن أيوة. احنا ما انطردناهم طرد نهائي صحيح 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 ودي عشان يعني ما بنرضى الحقاره طبعا لكن احنا ما بنرضى الحقاره والله خليني دار اقول حاجه صغيره ومداخله بسيطه اتفضل انا دار اقول انه استغلال السودان ده والله طلع من مزارع الجزيره من المزارع اللغبش من محمد احمد اللغبش كويس انا عرفت كيف عندنا واحد اسمه بامسيكا ده مزارع في مفتش داري يحكي لنا قصه أيوة. ايوه في مفتش اسمه كريل كريل ده زول اضطهادي جدا كان ضخم وكان صوته في حصانه وطبنجته معاه وممكن يضطهدك بدون سبب يعني يديك صوت يعمل لك حاجه عشان يضحك عليك ويشوف مدى شجاعتك وقوتك بامسيكا ده قاعد في ابو 20 المويه اظن زي كسرت شويه طلعت في الشارع ابو 20 ده هو غناء فرعيه من الترعه بتدخل المويه ذاتها غناء بيدخل المويه لداخل الحواشه عشان الحصان ده بقت قدامه المويه الخواجه زعل جدا نزل ومشى على بامسيكا ده ده وصول بامسيكا ده اصلا ما كذب شال الخواجه ده فوق دخله في ال 20 وقلع منه صوته قلع منه الطبنجه ايوه كمان وقام عليه بصوت الخواجه فزه وهو ركب في حصان الخواجه ومشى يا سلام شوف كيف رسل لي والخواجه رسل عساكر يجيبوا بامسيكا قال لهم شوفوا انتوا ناس سودانيين وانا سوداني ارجعوا للخواجه ده اللي بيجيني هنا انا بقتله بقتله عديل موت ما في دم انا ما بمشي معاكم انتوا امشوا قدامي انا بجيب راي رجعوا خشوا السرايا
بتاعت كريال الصراحه دي هو يعني في اطلاله موجوده. نعم موجوده في على الان موجوده ساره موجوده في الجزيره مشروع الجزيره صحيح. مشروع الجزيره خشوا قبل ما يكملوا كلامه ما مسكها جبي وراهم جاب حمار خلى الحصان مربوط هنا بتاع الخواجه جاء ده قام استقبله سبحان الله انه الخواجه ده استقبل بامسيكه ما عرفوا شخصيه اثبت خلاص انه ما يعرف انه ما بيقدر يقاومه ثاني والطبنجه والحصان في البيت اتكلم معاه المهم بالمترجم في السريع قال له يا اخي جيبوا الحصان قال ما بجيب الحصان اصلا ولا المسدس رسلوا ناس الاداره الاهليه المشايخ والعمد واللي هناي وقعدوا جوديه جوديه بيعملوا فيها حساب يعني قاموا بامسيكه ده اقنعوه هناي بتاع ساقوا الحصان وشالوا منه الطبنجه ومش ورجع براه وسلمه أيوة. قال لي يا اخي انت غلطت علي وهناي قالوا لي تعتذر وقال انا ما بعتذر اعتذر هو أيوة. هو الغلطان صح هو في العزه بتاعت الحصى شنو؟ الحصى انه الخواجه ما نسى الكلام ده لا من الاستغلال تم البقر كان بحرته به الارض المحاريث أيوة. كانت بواسطه التيران صحيح يعني التيران كانت في المكتب اداين هديه لبامسيكا ده وداوا المحاريث بتاعهم يعني تقدير له وترك على شجاعته ترك توصيه للحكم الوطني انه يتعامل مع الرجل ده معامله كريمه. يا سلام يا سلام يعني دي واحده وانا عشان كده مصير على انه الاستغلال ما كان من داخل البرلمان كان من داخل الجزيره يعني مزارعين فوق الارض ومزروعين تحت طبعا واحد نحن الزعيم اسماعيل زاري نحن زي ما قلت معليش عفوا عفوا نحن زارعين فوق الارض دي ومزروعين تحتها كمان. السلام عليك الله يديك العافيه كل التحيه طبعا الوطنيه الكبيره صحيح تفضل يا استاذ مصطفى عندك الامر الاهم في 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 في, في ده كله أن الجزيره دي سموها قلب السودان النابض نعم لان هي كانت مركز وعي صحيح خرج منها مدثر البوش نعم حقيقه يا زي الهلالي نعم تتذكرها مؤتمر الخليجي خرج منها احمد خير المحامي خرج نعم. منها عمر محمد عبد الله نعم خرج منها محمد احمد المرضي نعم واخرون كسر والفكره بتاعت مؤتمر الخليجي نفسها سنه 37 من نادي الخليجي في درمان وانتقلت الخرطوم نعم لا لا ثم لا, لا في نادي الجزيره في مدني نعم انا اقصد الجزيره انتقلت الخرطوم انتقلت درمان اول ما ناضل وكون فكره الاتحادات نعم. اتحاد مزارعي الجزيره والمناقل كانت رئاسه في الجزيره الرؤساء المنتخبين كان محمد بابكر الادريك اللمين محمد الامين بابكر ابو سنينه هم ديل كانوا واول اضراب حصل للمزارعين سنة 46 46 حصل انه المزارعين كسروا الدورانات قالوا قوطوا نحرق على كده ما يشرب مويه خالص هم يدوهم المطالب بتاعتهم لكن السبب شو قالوا السبب انه الانجليز نعم. الاحتياطي بتاعهم الاحتياطي نعم قام شالوا وحطوه في بنوكته بدون ودار هنا في عوز ايوه حياته أيوة. المزارع جزء من الاتحاد بتاعه كيفهم عريس الاتحاد أيوة. قالوا قطن ده ما يسقوا مويه خالص يحرق أيوة. على كده نحن أيوة. ما ننتج أيوة. رغم انهم هم الشركاء وهم المضررين لكن مطلبهم انه يفكوا لهم شغل لمين محمد الامين ديل الحكومه هنا ركبت راسها قالت نحن بنجيب الجيش نمسك الحواشات دي يكونوا هم المزارعين وينتجوا ويفكوا المويه دي لما شافوا الحكايه دي ما بتكون فكوا شغل مين؟ أيوة. بكره الحواشات اخضرت ونورت والغرب جاب وانتج الحديث في الكلام ده كله بنمشي ونجي بنلقى الشخصيه السودانيه دي قوية. عزيزه جدا وقويه جدا نعم. وما يقول المزارعين دي الاقوياء وكل الفئات الناس اللي بتقول عليها ضعيفه هي ما ضعيفه المراه شارعه على عنيون شاعر المؤتمر كنا ننميه سرا في جوانحنا حتى استحال نعم. استحال انه قيامه نعم. بعد ذاك استعال الى الاعلان الاعلان بقى حاجه مشاعه المؤتمر نعم الانجليز كانوا واقفين ضده نعم كلمنا برضو عن النقطه دي يا استاذ مصطفى يعني في اسماء كثيره جدا معروفه كتبت وارخت وانت شاركت في كتابه وتوثيق عدد كبير جدا من الاسماء نعم والشخصيات نعم. لكن عندنا فئات كثيره يا ريت تدينا نماذج للفئات المختلفه اللي فعلا هو طبعا جاري الروافد دينا غزيه جاري يعني. مهم جدا انه لحد الان لا توجد اي اداره مسؤوله عن التوثيق في السودان طبعا. الفتره الوحيده اللي قام فيها بعد الانتفاضه سنه 85 تبنى البروفيسور محمد عمر بشير في جامعه الخرطوم نعم. مؤتمر حركه وطنيه ولاول مره تتعمل لقاءات مع سوار اول جمعيه الاتحاد السوداني سنه 20 واللواء الابيض وبعض الرموز والاحياء منهم كان شيخ علي عبد الرحمن منهم كان علي حامد منهم كان محمود الفضلي وهكذا دي كانت هي البداية لكن القصة يكفت بصراحة المسؤول منا منه
معروف، لانك انت اللي اصلهم بتاريخه. انت اذا كان ما اهتميت هذا التاريخ الان، وفي بعض الدارسين والباحثين، وفي بيوت موجوده وثائق كثيره جدا الان بالمناسبه. صحيح. يا استاذه وفي ناس يعني عاملين متاحف. وانا هي بهذا الكلام بهذا يعني الكلام أيوة. للدكتوره جلاء اسماعيل ازهري، نعم تحيه لكل انه هذا البيت هو حقيقه بيت الامه. نعم. واعرف انه في داخله في كثير من الوثائق، وفي داخله كثير من المواقع. يعني احنا المكتب احنا انا شخصيا يعني انا ممكن اقول لك يا استاذ مصطفى انه حقيقه زرنا بالسعد الزغلول. نعم. لحد مذبحته ولحد سجادته ولحد منشوراته ولحد وثائقه كلها موجوده. انا سعيده جدا يا استاذ مصطفى بانه كانت لنا عبر قناه الشروق برنامجي خلينا نقول الثاني في قناه الشروق السواعد البيضاء، وكانت اول حلقه قدمت لهذا لاول ساعد ابيض هو كان منزل اسماعيل الازهري بالتاكيد. وفتح لنا حقيقه مكتب الزعيم اسماعيل الازهري. وشميت عبق يعني هذا المكان ورحيق هذا المكان الجميل اللي كان فيه كل تفصيله لها علاقه بشخصيه السيد الزعيم اسماعيل الازهري. تحيه لاسرته اللي هي قدرت تفتح المكتب ده رغم انه كان مغلق لفتره طويله جدا، حفاظا على هذا التاريخ يعني انه لا يسرق منه شيء ولا يعبث به، ولكن وثق هو عبر يعني سواعد البيضاء في يعني هذا المكتب اللي اعتبره انه هو متحف عظيم جدا لا يقل ابدا عن متحف القومي. فبالتاكيد الحديث هو يعني صحيح في اسماء ثانيه طبعا، اسماء كثيره عندها اسماء ثانيه وثائق صحيح اصلت للحركه الوطنيه من خلال الصحف. نعم. يعني في اسم الشيخ عبد الرحمن احمد ده اصدر جريده سنه 34 ل 37 وحورب لانه كان هو تبنى الدعوه لاقامه المساجد عن طريق مصر، وقام المسجد بتاع جوبا ده بنداء من جريدة السودان. هذا الرجل أفلس وقفلت الجريدة سنة 37. الناس بيقولوا أول جريدة هي جريدة السودان الجديدة المستقلة، أول جريدة هي الشيخ عبد الرحمن أحمد ولا يذكر رغم أنه هو رمز أسرة كبيرة من توتي. أيضا كثير من الصحفيين توتي يعني برضو عندها دور كبير، عرفات محمد عبد الله حسين شريف. نعم. حسين شريف اتفضل. اسماعيل العتباني. نعم. عبد المنعم حسب الله. نعم. عفوا. انا ايوه عبد المنعم حسب الله. الصحف اللي قامت من الابيض وقامت من النهور وقامت من الشقاء المر حقا والبلاء ان يمكن سفينه الدخلاء ساده الامر ونحن الغرباء. ده كان عنده جريده اسمها الجهاد سنه 48. طيب يا استاذ اتفضل. ما سمعت بحاجه اسمها القباني؟ مين القباني؟ اول جريده اقرا. انت زول بتاع قرايه. ما دار الوثائق احنا قاعدين في دار الوثائق. احنا قاعدين في دار الوثائق لكن ما شفناها. انا ما شفتها حقيقه. انا قريت استاذ ناهد قالت كلام جميل. دايرين نتكلم عن كليه غردون التذكاريه يعني رايكم عندها دور كبير طبعا. نتكلم عنها بعد ما نسمع لهذه الاغنيه الوطنيه. خلينا نعلي برضه زياره. تفضل. نحن ونحن الشرف البادر لا بالكرش باب النيل. نحن ونحن الشرف البادر لا بالكرش باب تبينا كنا ربينا مدفى سنة أطفي غليل. من تبينا كنا ربينا مدفى سنة أطفي غليل. دوت عمي وتضرب دمي دوت عمي وتضرب دمي دوت عمي ضرب دمي وانت شنك طفيل دخيل. نحن الشرف البادر لا بالكر شباب النيل.
وقوم كفاك يا نايم شوف شوف ايداك يا هايم وقوم كفاك يا نايم شوف شوف ايداك يا هايم مجدك ضل وشرفك ولا مجدك ضل وشرفك ولا وانت زيد زيادة النيل نحن الشرف البازل لا بالكرم شباب جديد مشاهدينا نتواصل معاكم في هذا الحديث الجميل الخفيف الظل الذي يتحدث عن الجمال اللي كان موجود في كل السودان بكل القطاعات بكل الفئات المختلفة بكل الأعمار واللي شاركوا بشكل كبير جدا في الاستقلال إذا كان مشاركة فعلية بتواجدهم أو بمشاركتهم أو بمظاهراتهم أو حتى من داخل بيوتهم بزغاريت الأمات وبفرحة الرجال وهز والعرض اللي كان موجود في كل السودان يعني افتخارا بهذا اليوم واعتزازا به. فإحنا قبل ما ندخل نطلع هذا الفاصل الغنائي الجميل أستاذ ناهد أدت فكرة جميلة أفتكر أشادت خلينا نقول إعجاب كل الناس بأنه يتكلم عن طبقة بالتأكيد هي مهمة جدا اللي هم الطبقة المستنيرة اللي كانوا يعني تحت مظلة جامعة يعني أو كلية غردون التذكاري يعني كان لهم القدح المعلى في مناهضة الاستعمار بمؤتمر الخريجين وكذا. فحتى بعد الاستقلال يعني هم هنا اللي اتغلدوا المناصب
في الحقوق في الحكم يعني. صحيح. دي طبعا في مجموعه معروفه وفي مجموعه ما نقول ما معروفه، ولكن هي من القصص احنا بنقول دائما بانه توثيقنا محكي اكثر من انه يكون ما ممكن نقول عليها مهضومه يعني. خلينا نقول بدات تطلع يا استاذ رشيد. صح، الحمد لله هي موجوده. يا استاذه بديك قرار البرلمان الخاص بالتزكيه والتسنيه. نعم اللي كافحوا وجاهدوا وسجنوا وقبروا وفقدوا الوظائف. نعم صح. ما يعني البرلمان الاول صحيح هو انتخب بطريقه واضحه جدا جدا. نعم. ما فيه الان بواسطه لجنه دوليه. نعم. ونزيهه جدا جدا. نعم. لذلك كل الاطراف كان اتحاديه والاستغلاليه قبلته. نعم. ولكن بصراحه لما دعي له هو ما البلبي كان طموحات الشعب السوداني. صحيح. ولذلك الفضل في واحده من المذكرات اللي قريتها في جريده من الجرائد قال نبه الناس دار النيابة تصفط أرائكها لا تجلس من بينها الأحجار والخشبة. أيوة. وكان أن أجلست في بعض منه الأحجار. في ناس قاموا منهم اللي قوموا. صحيح. وفي ناس صحيح. يعني شوف راجل زي قاسم أمين وصحيح يساري يعني لكن زي ما تقول ناس بتمشي سنين طويلة وناس نعم بدون نعم ما تمشي توصل. نعم 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 سجنوا ورزقوا وكل بيهم وفقدوا وظائفهم. نعم. وفقدوا معايشهم وواحد منهم فقدوا أسرهم. صحيح صحيح صحيح. يعني امسك يعني زوجة عبد الفضيل الماص. نعم. يعني حسن نجيلي في ملامح كانت بتعوش الكسرة في الدور ده. نعم. نعم. زوجة علي عبد اللطيف. نفس الشيء. الان عبد الفضيل الماص كل الموجود له نصب في شارع في شارع الجامعه عباره عن مثلث عملته كشاف البحر. عفوا يا استاذ مصطفى. عفوا يعني يا استاذ مصطفى. دير يمكن شوف بها امه بذات النطاقين لانه بيمشي بيعمل الرهات اللي بيمشي كلام في الحته زي ما قالت ذات النطاقين بتشيل شرط التوبه ومشت تودي الاكل للصلاه والسلام وابو بكر الصديق. حتى الرساله لانه كان تفضلي لانه كان متمركز في الحته دي فلما استشهد في النقطه دي. منو ده؟ النصب التذكاري. النصب التذكاري قالت النصب التذكاري لأنه هو كان في الحتة دي وكان قاطع الشارع. تغردون؟ لا عبد الفضيل الماص. عبد الفضيل الماص. نعم. 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 في واحد برضو من اتفضل. شهداء 1924 اسمه مين ثابت. مين ثابت ده لما انضربوه رقد كدي قاموا جابوا طبيب قالوا شوف 24 شوف 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 الزول ده شوف الزول قال لهم فيه روح قال له رشو. فبمناسبه رشو دي حته صغيره عن كرامه الانسان السوداني. اتفضل. ايوه اسمه ندى المفتش ماك مايكل ده اول حاجه عمل بحث في عن الكبابيش وجاب اصلهم قال من شمال الحجاز. الكبابيش ده اشتغل شغل كثير كده. انا عجبني في الاستاذ حسن نجيله الرائع جدا جدا انصف الناس دي قال يعني بحثوا في اشياء كثير يعني. نعم. دير دي الكلازار ده عالجوا بالمريسة. صحيح. عالجوا بالمريسة. صحيح. والناس اكتشفوا الحكايه دي كده الشباب الصغار دي يا استاذ لو سمحت ما بعرفوا المريسة دي. المريسة ايش نو ذاتها؟ يعني خمره بلديه يعني خمره بلديه بعدين حته ثانيه يا هنا ما هنا شربتها يا استاذ المريسة دي شربتها انت؟ لا انا شربتها ويسكي. نحن من الكلام فاصل يا جماعه اسمع ما انا قايل رقبتي برا ما ممكن لكن فضحتوني اللي اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا في هذا البث الحي والذي فيه كثير من الرمزيه يعني التي تتجلى بشكل واضح خلال هذا الحوار عبر ضيوف الاكارم داخل الاستوديو. وبالتاكيد الحديث عن الاستقلال كما ذكرنا من قبل هو ليس لرفع العلم فقط وانما هناك مضامين كثيره وخفيه موجوده داخل قصص يعني واحياء ونفاجات البيت السوداني واللي يمكن من خلال هذا الحوار يعني استطلعنا عدد
يعني متميز من قطاعات مختلفة داخل السودان، وبحثنا في أسماء وشخصيات هي فعلا كانت لها من العزة والكرامة، التي استطاعت أن تقف أمام المستعمر بشكل واضح وأن تقول نعم أنا سوداني. نبدأ معكم هذا القسم الأخير من هذا الحوار الرائع بهذه الأغنية التي نتعرف بها على جمال الإيقاع السوداني الشعبي الذي يتحدث عن هذا الوطن الذي ترعاه العناية. بين ضلوع الوطن.
يعني بعض الشخصيات المهمة جدا في تاريخ السودان، ما بنقول فقط هم اللي كان عندهم أدوار في الاستقلال أو في صناعة الاستقلال، ولكن أيضا مجموعة من الشخصيات اللي وثقت وحبت هذا الوطن بشكل كبير واستطاعت بالفعل عبر كلماتها وعبر ألحانها وعبر آدائها وعبر البرامج التي وثقها يعني كل هؤلاء لخدمة لهذا الوطن. منهم بعض الأسماء والشخصيات، ديكشنري واحد من الأساتذة العظام والكبار اللي حباه كل الشعب السوداني واللي قدم حقيقة يعني من التوثيق ومن الولاء لهذا الوطن الكثير، واللي هو يكون موجود داخل المسجد الذي يؤذن فيه والذي توفي فيه. يبقى تحية لهذه الأسرة الكبيرة، ربنا يرحم هذا الأستاذ الكبير الجليل اللي هو يعتبر كقاموس كبير استطاع أن يجمع كل مفردات ومحبة الشعب السوداني عبر كل ما قدم. تحية لكل الأسماء الكبيرة، لأنه لو قعدنا يعني حلقات وحلقات ما هنقدر حقيقة نفي كل الأسماء. من هنا يمكن ده القسم الأخير من حلقتنا الجميلة والرائعة، واللي هي كانت دلائل حية لأسماء وشخصيات وأحداث ومواقف استطاعت أن تجسد هذا الولاء الكبير والوطنية الكبيرة. ضيوف الأكارم، بالتأكيد كل واحد عنده من الحكاية والخبايا ومن السمع الكبير والكثير لبعض الشخصيات أو بعض المواقف. أديكم المجال لكل واحد فيكم يقدم يعني ما لم نتطرق إليه في هذه الجلسة الجميلة. نبدأ بك يا أستاذ. أنا أتطرق طبعا لمدينة الشندي. نعم. هي من المدن العريقة تاريخيا، يعني من عمرها 7000 سنة. نعم أكيد، حكم المصورات وخلافه. صحيح. وتزعم الحركة فيها مطلع العشرينات، أول قبل العشرينات أول من قاد مظاهرة في السودان الشيخ الطيب بابكر، وأيضا معاه الحارس إبراهيم والحاج جلاب، ديل هم دخلوا في الاتحاد السوداني واللواء الأبيض، وقام فيها يمكن من المدينة الثامنة اللي قام فيها متخرجين سنة 39 في شندي في نادي شندي، وأسسوا حسن نجيلة. نعم. من الطرائف الحكاية لنا عمنا حسن نجيلة قال عملنا جمعية عمومية عشان نعمل أول لجنة تنتخب في مدينة الشندي، وآثروا أن يجيبوا موظف يكون مقبول لدى الإدارة البريطانية. كان طبعا يفترض طوال يكون الشيخ الطيب بابكر لأنه هو خريج المعهد العلمي خريج يعني. نعم نعم. فقال رشحته القاضي الشرعي. وقال كان في موسم شتاء، فإذا القاضي الشرعي وطبعا قاعد المفتش وقاعد المامور مصري وخلافه من الناي يتصبب من العرق. وقال له تقصد ايه يا نجيل؟ يعني معناتها يعني انا ما عايز اكون في صدام مع الحته دي وكذا. وشوف هذا الموقف لا يستطيع يعني وقتها الناس في رهبه وفي خوف وفي وجل من الإدارة البريطانية على مش على أرواحهم، على وظائفهم ذاتها. وتصدى للقيام بعد ذلك الشيخ الطيب بابكر، ثم تلاه محمد أحمد محجوب رئيس اللجنة كان سنة 42، أتى قاضي برضو الشيخ الطيب كان هو الرئيس، لكن آثر أن تكون الواجهة قاضي عشان المؤتمر توسع قاعدته. محجوب في مذكراته في الديمقراطية في السودان ذكر ذلك، ولكن لم يذكر الأسماء التي أسهمت في هذا توسيع القاعدة الجماهيرية للمؤتمر، وكان سكرتير المؤتمر والدنا رحمة الله عليه محمد حسن محمد سعيد. نعم. وفي هذه الفترة كان يوم التعليم كان مهم جدا جدا، ومحجوب كان ما كان ممكن يطلع من المحكمة وصف موظف. نعم. فقام شيخ الطيب بابكر ومحمد الحسن محمد سعيد وآخرين من أعيان شندي بطواف على السوق، وقابلهم ناظر الجعليين وقتها الحاج محمد ابراهيم فرح. ايوه. وقال لهم يا جماعه في شنو؟ قالوا والله طبعا البلد في حاله بتاعت معاناه شديده، وفي شنجي بالذات توجد مدرسه واحده. المدرسه دي بتقدم 400 طفل وينتخب او يعزلوا منهم زي بالقرعه زي 25 طفل. ونحن بنجمع في تبرعات. فطوالي
نزل تبرع ب 100 جنيه، 100 جنيه زي وقتها زي اللي سنه 42 ايوه زي 100 مليار ايوه. وكان ان انشد فيه نظر الجعالين شاعر المؤتمر برضو ده يعني ظلم ظلم شديد علي نور المهندس علي نور من حي المورة ده يعني شوف المورة دي كلها لا يسمى اسم زي علي نور بيه وشاعر المؤتمر نعم يعني لكن بيقول كنا ننميه سرا في جوانحنا حتى استحال الاشهار على العلني فقال قال قال لي نظر الجعالين يا فتى العباس قد ارضيت عما نخوله جدت للمؤتمر السمحي فشجعت ميوله ايضا من اعيان شندي وقتها الشيخ مصطفى عبد الرحيم ابن عم الشيخ مصطفى اللمين مروا به هو كان من اسرياء الابيض وجا شندي فما كان منه قال لهم يا جماعه في شنو قال له والله حاصل قال له هاكم ده دفتر الشيكات اكتبوا اي مبلغ فيه شوف الشعور بالوطنيه كان الى اي مدى ايضا مدرسه الشندي الاهليه دي هي المدرسه الوحيده قامت سنه 46 وتخيلي لحد عطبره ما في غير مدرسه واحده يعني من التضحيات اللي قامت انه المرحوم عبد الله الحسن المحامي وهو كان طالب انتهى من الفترة الثانوية وقبل في كلية فؤاد أو جامعة القاهرة وقتها وكان محتاجين لمدرسين رفض يمشي قبل بواسطة المؤتمر يعني أزهري قال لي خامش أمشي قال لي إطلاقا أنا ما ممكن أمشي إلا بعد هذه المدرسة أن تنمو وتقبع تجيب عدد لينا يعني التضحيات كانت كبيرة صحيح. جدا صحيح. عبر نفس الشيء نعم. صحيح بورسودان نفس الشيء صحيح بل ال- 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 يعني البطينه ايوه يعني حقيقه كثير في تضحيات الناس ان السكه حديد دي صحيح لما كان اول اضراب سنه 47 سليمان موسى ده اول قائد عمالي الانجليزي ده ما خافوا منه جابوا طياره جابوه هنا قاسم امين حكم عليه بالسجن سجن 4 سنوات ارسلت له النقابه قالت له ولدك سجن كده رسل النقابه قال لهم وما السجن الا لعارين الابطال هذا الاستقلال هو مساهمة عظيمة من كل الشعب السوداني صحيح لا يستطيع أحد أن يدعيه لنفسه صحيح ولكن قاده زعيم واحد هو الرئيس الجليل إسماعيل الأزهري جميل جميل يبقى حقيقة يعني هذا الحديث الجميل اللي بيتحدث عن التعليم هي مؤشرات قليلة جدا من بحر يعني خلينا نقول موجود بأسماء لمدارس لأسماء لشخصيات استطاعت فعلا أنها تقدم التعليم خير يعني مثال لكل السودان حقيقة والبدأ فعلا من فترة عشرة على المؤتمر يا أستاذ عمل صحيح. 10 أضعاف ما نعم. ما قامته الإدارة البريطانية بالإحصائيات موجود صحيح يعني صحيح 40 سنة من الحكم صحيح. البريطاني ما يعني وكانت الناس بيحاربوا حتى التعليم الجامعي صحيح كان صحيح. الجريمة أنك تمشي مصر تمشي مصر ده أنت مجرم ما تجي تاني يعني هذا لكن استطعت الناس يقول لك اكيد يعني الشخصيه السودانيه الجيل القديم ما كان بيفكر بعد كيف ما فكر هو فكر قبل الاستقلال بان ينهض بالبلاد نعم. فما بالك ما بعد الاستقلال كيف ما ينهض اكيد طبعا لكن ما خلوه يحكوا نعم هذا هو حديث الذي يعني استطاع انه ايوه يعني يختم به حديثه استاذ مصطفى طيب تفضل يا استاذ انا عايز اقول انه يعني المستعمر الحاجات الجميله العمله مثلا عنده وراها هدف هدف لمصالحه هو الشخصيه لكن احنا استفدنا منه يعني مثلا انشا الوزارات انشا لنا البنيه التحتيه للخدمه المدنيه نعم انشا السكه حديد كان عنده هدف من وراء هدف عسكري لو هو يعني نعم فكذا يعني فنحن استفدنا من الخدمات دي لكن هو برضو كان مستفيد منها يعني نعم أكيد من وراء صحيح 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 فكانت لمصالحه الشخصية نعم نعم لكن هي طبعا يعني كثير من خلينا نقول القطاعات اللي قامت في الوقت ذاك يعني والنقابات اللي قامت في الوقت ذاك اللي كانت قوية جدا ومعروفة جدا يمكن هي فاقت توقعات الاستعمار يعني يمكن هم عملوا على أساس إنها تخدمهم هي اتقلبت أيوة عليهم لأنها أصبحت من القوة كانوا عايزين نعم حكمي لقدام صحيح من عمل الحياة دي عشان ما كانوا متخيلين انه حتكون في ثورات اكيد اكيد صحيح نعم. فالثورات اللي قامت يعني دي فهي ضايقتهم صحيح ثورة النوير وثورة جبال النوب يعني الثورات كثيرة وثورة عبد القادر وتحبوبة وثورة الامام المهدي كل الثورات دي يعني عبد الله الشحايني بالضبط كده يعني صحيح صحيح فضايقت المستعمر لحد ما طلع
يلا يعني هو ما تخيل كده يلا لي بلدك. نعم اشكرك استاذ، تفضل يا استاذ راشد. والله شوف هم الانجليز او الحكم البريطاني او الحكم الثنائي ذاته يعني بريطاني حقيقه. نعم نعم نعم. الزعيم اسماعيل الاثري راجل بفطنته بذكائه كان يعني بيضربهم وفي كلام هم ما بيفهموا عنه حاجه. لا من شعره بخطورته وهو استاذ من هنا عشان يبعدوا من الخرطوم من هنا قاموا قالوا نقلوا حنتوب. قال كلمه قويه جدا، قال لهم حنتوب ولا غير حنتوب، مش حنتوب صح. ايوه مش حنتوب يعني ما نحن ما تايبين من الشيء اللي قدامنا وهدفنا اللي ماشيين عليه ده لابد من نحققه. صحيح صحيح. دي واحده من عظمه زعيم اسماعيل الاثري ومن عظمه الشعب السوداني اللي كان يعني ما بيهاب ما ببالي. وزي ما سمعنا في القصيده بتاعت يوسف مصطفى التني قبل شويه اللي قدمها لنا الدكشنري في الفوات ترعاه العنايه، يعني ذكر انه دعا للاتحاد مرفعينين ضبلان وهذه شقوا بطن الاسد المنازل. ايوه ايوه صحيح صحيح. يعني شوف دعا للقوة وكان في قوة كيف يعني لحظة يعني أيوة قوة بقوة يعني شوف ما بخش مدرسة المبشر عندي معهد وطني العزيز أقرأ في حقي هنا هنا صحيح. هنا في معاهدنا ومدارسنا وحاجاتنا والشيء اللي قدام ده نحن ما بنشرب فيه ما بنشرب بوجود الإنجليزي. وزي ما قالت حسة الأستاذة ناهد قبل شوية حكاية يا غريب يلا لبلدك. أيوة. نعم ده ما خلاص ونفوه وطردوه. في نقطة مهمة يا أستاذ. نعم. بس نبشر دي. نعم. يعني الناس بيفتكروا أنه إحنا ما عندنا تسامح ديني، لكن أذكر أنا لقيت واحد من إخواننا المسيحيين. نعم. بيقول لي هذا التسامح الديني الموجود الآن في مدرمان. يعني المسالمة. هي المسالمة. قال لي لا غير غير موجود في كل العالم. نعم. أداني مثال قال لي مرة نحن ثلاثة صباحا توفى واحد من أقربائنا. وقام القسيس قال انه أبلغ رئيس المؤتمر في انه نحن ماشيين المقابر. نعم. فقال فاذا بزعيم المؤتمر اسماعيل الازهري الكلام ده في الاربعينات 43. نعم. معاه بابكر قباني. ومعاه حسن عوض الله. نعم. ومعاه حسن ياسين. نعم. معاه احمد ياسين طبعا دي جنبهم في الله كلهم. نعم. فقال ما كان منهم الا ان هم نزلوا صندوق في المقبره. نعم. سلام. ايوه ايوه. فهم دي الوضع اوديك ثاني التلاحم الكان التلاحم الكان. نعم نعم. رمضان في حوش كبير بيطلع فيها سيدنا الفضول. حاجه ثانيه ما تسمع الشيء الثاني. لاحظ انه في الحكومات بتاعتنا هنا الوطنيه عين احد الاغباط وهو مسيحي عين وزير زراعه موريس سيدرا. نعم. في حتى حتى الاحزاب موجود فيها الاقباط. صحيح صحيح. اتفضل مد المجال الان للاستاذ يوسف. اتفضل سريعه كده واخش عليك فيها. انا اتفضل اتفضل. زمان ايام الخليفه عبد الله التعايشي ايوه طيب الله ثراه. نعم. الضغط بتاع انك تسلم ما تسلم فسايقينهم هو ومعه كميه. انا اصحابي اقباط كتار جدا. ايوه ايوه اليوم كلهم التحدي يعني حقيقه. فسايقينه وده زعلان خلاص فماشي كده عاين للكنيسه كده قال لها يا كنيسه الرب اللي في القلب في القلب. يعني انا مسيحي بالقوه دايرين يكسروني يا كنيسه الرب. ورغم كده في التسامح الكبير ومحبه. ايوه يا اخي موجود عندنا في السودان ما موجود في العالم كله. انا عندي اصحابنا بيجيبوا لي اكل بيجيبوا لي اكل. انا اكل لحومهم دي مع يعني كراماتهم دي علاقات طيبه للحد البعيد. صحيح صحيح. شفت كيف؟ ومشاركه ما بين البيت المسلم والبيت المسيحي. خاسب زورونا وانا من هنا بحيي صاحبي صفا كرولوس واسرته الكريمه. نعم كلهم لهم التحايا. يلا ختامك اللي انت حابب تشاركنا به في ده تتكلم عن شنو؟ داير اتكلم عن التعليم الاهلي. ايوه تفضل. يعني التعليم الاهلي بدا في ام درمان سنه 1927 واللي كان كميه من ناس ام درمان من ضمنهم احمد حسن بيدعوني بيدعوني الذات احمد ما هو تعليم أيوة. ما اهلي ايوه احمد حسن عبد المنعم ده لموا القروش والتبرعات وكل حاجه دايرين يعملوا قسم ثانوي ام درمان اسمها شنو الاهليه الثانويه ايوه
المفتش قال لا ما في قروش. قال لك قلت كيف؟ دخل يده في جيبه خلي بالك. وراح مطلع لك الدفتر، فتح الدفتر كده ومضى. مضى على بياض. قال لي اكتب الكلام اللي داير تقوله. يا سلام الرغم اللي انت والله لو سمحت لي دقيقه في نقطه مهمه نحن فتناها. والله مشاركه المراه السودانيه نحن ما ادينا حقها في الاستغلال. لكن نرجع ونقول في مناضله جسوره جدا لاحظ على السودان توب اللي هي البنانه حوطك طاقه طبعا طبعا ايوه سجنت سنه 46 نعم سجنت وحلق لها راسها صلع زوينه والى ان ماتت كانت موسخه في دارها وحطت في وصاياها انها تشيع من بيت الزعيم اسماعيل انا عملت بمناسبه الزعيم يا استاذه بس اخر شيء اقوله للشعر لوالدنا يوم رفع العلم وطني سلمت معززا ومكرما والأزهري له العناية ملهمة وطني وهبتك ما حييت مشاعري وجوانحي روحي يمينا مقسمة عهد الجهاد بلوته متعشقا بخطى الزعيم ملازما مترسما أصبو لمجدك يا بلادي يافعا ما زلت مفتونا وصبا مغرما حتى بدأ الفجر الجديد وأشرقت شمس المهابة والكرامة والحمى سوداننا سطح البلابل وغني فارسها وانشد الفن مجدا محكما واهده لاسماعيل مجدا بازخا فهو الخليق لمن يمجد ناظما. شكرا سلام الله يكرمك يبدا الحقيقة نحن بالكلام الجميل ده وبهذه القصيدة يا ريت لو كان عندنا زمن اكثر، يا ريت لو كان عندنا زمن يعبر اكثر عن الحب، وافتكر حب الوطن هو ما له حدود وما له زمن وما له يعني وقت، هو لا محدود، وبالتاكيد الحديث عن هذا الامر يحتاج مننا مجلدات ويحتاج مننا كتب ويحتاج مننا حلقات وحلقات وحلقات. كل التحايا والتقدير لكل ضيوف الاجلاء، استاذ ناهد ابراهيم خالد المعد برامج في الاذاعه القوميه بالبرنامج العام وثقه الاستقلال لبرامج السودان اليوم الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. شكرا لك. شكرا أستاذ مصطفى محمد الحسن الصحفي والإعلامي والباحث وكاتب للذاكرة عديد من الكتب السودانية. تسلم يديك العافية. شكرا للأستاذ رشيد حميد عبد المولى، ونتمنى إن شاء الله نستمع مرة ثانية لدكان الدكان احنا مشتاقين له شديد إن شاء الله. بس في فترة بتعجرت كده اليومين دي قاعدين نجوم الربح والخسارة ونفتح لكم كل ربح كل ربح يديك العافية أكيد طبعا الأستاذ الممثل الصحفي الله يخليك لانه انتوا البضاعه بتاعته الله يخليك وانتوا المروجين وانتوا الزباين الله يكرمك والله احنا مسعدين لا ننسى اداره لا 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 هذه القناه الله الفخمه الله اللي هي انا طبعا اشتغلت شغل زي ده كتير صحيح طبعا اللي هي بتنم عن انها هي عندها مهنيه عاليه ده واجب حقيقه ووطنيتنا العاليه تاكيد نامل انه هذا الاستمرار ان شاء الله يعني يستمر من نجاح الى انجاح ان شاء الله. يديك العافيه يا استاذ مصطفى مشكور بالتاكيد تحياك واصل لكل الفرق اللي هي بتعمل في هذا الاستقلال وفي حب الاستقلال. شكرا لك وشكرا للاستاذ الكبير والكاتب والصحفي والاعلامي والشاعر الاستاذ يوسف قباني. شكرا جزيلا لك ولحضورك يديكم الصحه والعافيه وبالتاكيد الحديث دائما عن الاستقلال جميل. والتحيه لبيت الزعيم اسماعيل الازهري، التحيه لكل الاسماء ولكل النقابات ولكل الفئات ولكل الاعمار ولكل السيدات والرجال والشيب والشباب اللي قدموا حقيقة من نفسهم تضحية لهذا الوطن العزيز ليعيش هذا الوطن ويحيا. وأزهر يا زعيمنا وحارس الوطنية، يا مصباح ظلامنا ومش على الحرية، انت أمين على وطنك وخالص النية، انت في جبين سوداننا در ثنية. هذه الكلمات للشاعر الراحل محمد صالح بركية. وفي الختام نشكر لكم طيب المتابعة، ومن هنا ننتقل مباشرة لقاعة الصداقة لكي يعني نتحدث أيضا عن انه كثير من الشركات والمؤسسات التي تغنت والتي قدمت أيضا مش مشاركتها لحب الوطن ومنها شركة زين. ننتقل الآن مباشرة لقاعة الصداقة. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا ونتابعكم إن شاء الله وتابعونا على ألف خير. ونختم هذه الجلسة بالسلام الوطني، نقف احتراما وتقديرا لحديثنا.